يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي من عمل في الحشر يجيني، وقد أتيتك بالتوحيد وبصحبة الحبيب النبي وهذا القدر يكفيني. سبحانك ربي أنت القائل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإما منعتها عنك انشغلت في طلبها عني، فمتى تتفرغ لعبادتي وتوحيدي وذكري فوعزتي وجلالي من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرأ في ليلة من الليالي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ فأوحى الله إليه قائلا يا محمد وعزتي وجلالي إن دعوني استجبت لهم، فوعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الصادق الوعد الأمين الذي مدحه القائل فقال سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم، سلامي على من قال للضبط من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى، سلامي على الممدوح في الدون والقمر، سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي القائل كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي، والقائل لإمام الحسين بن علي يا حسين من أفضل من جهة النسب؟ فقال يا رسول الله أنا أفضل من جهة النسب لأنه كفاني شرفا أن يكون جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكفاني فخرا أن تكون أم السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض، وكفاني شرفا أن يكون أبي هو سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. فرد عليه الحبيب وقال يا حسين إن كان هذا نسبك فاسمع إني نسبي أنا يا حسين، فأنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كليب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن لذار ابن معر ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن انصرم الجزء الأول من هذه الليلة التي تقام إجلالا للراحل الكريم الذي حزنت الأرض على فراقه وفرحت السماء لقدومه، ولكن هذه هي طبيعة الحياة كما قالها الحبيب أربعا لأربع، الجلد للدود، العصم للفلا، المال للورثة، الروح إلى بانيها. فيسرني أن أواصل مع حضراتكم
انا من اسره ابو زعيم عادل فؤاد ابو العز، من اسره ابو زعيم للقنوات الفضائيه، ليتواصل عطاؤنا بعد لحظات قليله لنعيش مع دستور الامه الاسلاميه الاسمى مع القران الكريم الذي قال فيه ربي تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. تلاوه قرانيه مباركه نعيش بعد لحظات قليله مع الدقه في الاحكام والروعه في جمال الصوت ومع العتوبه في الاداء. لسانه يقرا وعقله يفكر وقلبه يتدبر فيجتلى الصبا عن القلوب. نعيش مع تلاوه قرانيه مباركه مع علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وسفير قراء مصر في انحاء العالم اجمع وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينيه في محافظه الشرقيه فضيله القارئ الكامل احمد شعيب. اسال ربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.
جنات تجري من تحتها الأنهار.
Yeah.
Oh!
إلهكم إله واحد
كم؟ والمقيم الصلاة Thank you.
والمعين قسطاسين الشرق مركز الحسينية في المحافظة الشرقية فضيلة القارئ أشرف كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر بسم الله والصلاة والإنارة الرحمن الصوت أهلا مخازن أكي أحمد عز المجال بمعمولية. أشكر واجب الضيافة المباركة الحاج سيد محمد الحولاني للغاية. إخوة الإيمان والإسلام، وحينما أعود إلى الوراء على حجيج بيت الله الحرام وكأني أراهم على صعيد عرفات، الكل ينتمي في هذا الواحد الموحد في زي إن اختلفت الأجناس واختلفت الألوان، هذا يناجي ربه من اللغة العربية وهذا يناجي ربه من اللغة الإنجليزية، ولكن في النتيجة أنهم يناجون إلها واحدا وهو رب العالمين. على صعيد عرفات تسكب العبارات، وعلى صعيد عرفات تستجاب الدعوات، ومن صعيد عرفات إلى بئر زمزم، وكأني أرى ابن عباس وهو واقف على بئر زمزم وهو يشرب ويرفع يده إلى السماء قائلا: اللهم إنني سمعت نبيك محمد وهو يقول ماء زمزم لما شرب لك، فأسألك أن تقيني عطش يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ثم سئلت عباس رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فقد بصره: على أي يوم تبكي في حياتك؟ فقال: أبكي على يوم لم أحب فيه بيت الله الحرام سيرا على الأقدام، لأن ربي يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعلى صعيد عرفات أتذكر عبد الله بن المنكدر الذي وقف على صعيد عرفات فقال: اللهم إني أسألك أن تجعل ثواب وقفتي هذه على صعيد عرفات تكفيرا لذنوب أمة حبيبك محمد. فيسمع صوتا ولم يراه: يا ابن المنكدر، جئت تفيق وجئت في هذا المكان أكرم وأكرم الأكرمين، وأنت تتكرم في هذا المكان. وسمع صوتا يقول بأن الله يتفاخى بالحجيج على صعيد عرفات فيقول: يا ملائكتي وعزتي وجلالي أشهدكم إني قد غفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.